انتهت مباراة المنتخب الكرواتي ضد نظيره البرازيلي بنتيجة تعادل سلبي بدون أهداف خلال المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب المدينة التعليمية في افتتاح مناسبات دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022. وبذلك تنتقل المباراة لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية. هذا واستحوذ المنتخب الكرواتي على الكرة خلال الشوط الأول لكن بدون فاعلية، وفي الشوط الثاني اقترب المنتخب البرازيلي من التسجيل عبر نيمار ولوكاس باكيتا، لكن الحارس ليفاكوفيتش تصدى لهما بالمرصاد. هذا وسجل المنتخب البرازيلي الهدف الأول عن طريق لاعبه نيمار في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الإضافي، ولكن المفاجأة الكبرى هو أن المنتخب الكرواتي حطم فرحة المنتخب البرازيلي بتسجيله هدف التعادل في الشوط الثاني الإضافي